بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الموسوعة. المولى عز وجل كل فترة من الزمن بينعم على البشرية بأشخاص أو بشخص أو بأشخاص، بيكون من حظ جيل أو جيلين أو ثلاثة إنهم يحضروهم ويعصروهم، وبعد كده يجي أجيال وأجيال ما يكونوش محظوظين إنهم يعصروا شخصية من الشخصيات دي، لأنها بتبقى شخصيات بتسيب علامات، شخصيات بتبقى مؤثرة ما بتتكررش كتير. والشخصية اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة شخصية طبيب وعالم وكاتب وأديب وفيلسوف وروائي ومفكر إسلامي، شخصية مؤلفاتها اترجمت لأكثر من 12 لغة على مستوى العالم كله، أرى له ملايين من البشر، ولدرجة إن أمريكا نفسها رشحته إنه يكون عالم القرن. شخصيتنا النهاردة هي شخصية الدكتور العبقري مصطفى محمود. دكتور مصطفى محمود المولود 27 ديسمبر 1921، واللي رحل عن عالمنا في 31 أكتوبر 2009. لكن اللي زي الدكتور مصطفى محمود ما بيموتوش، لأنهم حتى لما بيموتوا بيسيبوا وراهم اللي يخليهم أحياء ليوم القيامة. الدكتور مصطفى محمود ساب لنا 89 كتاب، ما بين ديني وما بين علمي وما بين سياسي أو فلسفي أو تاريخي. ساب لنا الدكتور مصطفى محمود علم في كتب بيقراها العالم كله، زائد انه ساب لنا اكتر من 400 حلقة لأشهر برنامج ظهر في القرن العشرين، وهو برنامج العلم والإيمان، اللي كنا بننتظره كل يوم اثنين. أول ما يبدأ على نغمة الناي اللي تبعث فينا الشجن، وبعد كده نبتدي نسمع صوته الهادي المريح للأعصاب، اللي بمجرد ما تسمعه تحس إنك مهيئ نفسيا بإنك تسمع سيمفونية للدكتور مصطفى محمود، وبعد كده نلاقي نفسنا بنسمع كلام يثير ويبعث الشجن مرة تانية لأحاسيسنا، بجانب الفيديو اللي كان يعرضه في البرنامج اللي كنا بنحس بالإثارة والمتعة وإحنا بنتفرج عليه أكتر من أي فيلم أكشن أو أي فيلم إثارة شفناه في هوليود. ده بجانب ان الدكتور مصطفى محمود سنة 1979 انشأ مسجد ومستشفى لتحمل اسمه لمعالجة الفقراء ومحدود الدخل، وساب الصرح الطبي ده، وما زال حتى بعد ما مات بتوصل له الدعوات وهو في قبره. الدكتور مصطفى محمود قضى فترة من حياته في التفكر والتدبر، ورحلة طويلة اقتربت من 30 سنة حتى يصل من الشك إلى اليقين في الله عز وجل. اتهم في عقيدته بالإلحاد، ولما اتسأل بعد ما وصل لمرحلة اليقين قال: أنا ما كنتش بفكر تفكير الرافض لوجود ربنا، بل كان تفكير الباحث
واللي يقدر يوصل لله عز وجل عن علم وعن تفكر وتدبر خد كل الوقت ده اتحولت بعد كده لطاقة إيجابية إيمانية كان يبعثها لينا بمجرد ما نتفرج عليه أو نشوف الحلقة بتاعته، نلاقي نفسنا قايمين بشحنة إيمانية جديدة فوق الشحنة الإيمانية اللي عندنا. والنهاردة أنا عايز أتكلم، واحتمال إن موضوع مصطفى محمود ياخد مننا حلقات تانية، ده لو حضراتكم طلبتوا ده. هنتكلم النهاردة عن رواية كتبها الدكتور مصطفى محمود، وهي رواية العنكبوت. رواية العنكبوت الدكتور مصطفى محمود كتبها سنة 1965، وأسيب مقدمة الرواية دي أو يعرفنا عليها الدكتور بنفسه، فتعالوا بينا نشوف الدكتور مصطفى محمود بيعرفنا على الرواية دي إزاي، وبعد كده نرجع عشان نتكلم عليها. عجيبة العجائب في عالم المخلوقات، المخ البشري، الشيء الهلامي الصغير اللي قدامنا فيه 10,000,000,000 خط عصبي. أكبر مدينة بيبقى فيها 100,000 خط تليفون. مدينة المخ فيها 10,000,000,000 كابل بيشتغلوا في وقت واحد، يبعتوا إشارات ويستقبلوا إشارات. أي عطل، أي خلل، أي خطأ في 10,000,000,000 وصلة فورا بيحصل شلل، صمم، خرس، تخليط، هزيان، هستيريا، نسيان. أخطر شيء في الإنسان هو المخ البشري. اللي انتوا شايفينه مقطع في مخ بشري، ده مركز التوازن، مركز البصر، مركز الحركة، مركز الذاكرة، مركز النوم، مركز الدورة الدموية، مركز التنفس. ده لغز المخ البشري اسمه الجسم الصنوبري، محدش إلى الآن يعلم حقيقة وظيفته. المخ اللي انتوا شايفينه في حالة الحياة بيطلع منه كهرباء، ذبذبات كهربائية ممكن تسجلها، شفرة يقرأها الطبيب، شفرة كاشفة عن عالم الأسرار داخل المخ. دكتور مصطفى محمود بيعرفنا على الرواية وقال لنا في الرواية وقال لنا وبيكلمنا عن المخ، المخ اللي فيه 10,000,000,000 خط عصبي، 10,000,000,000 خط عصبي أو كبل بيشتغلوا في وقت واحد وبيبعتوا إشارات في وقت واحد. وقال لنا الدكتور مصطفى محمود إن أكبر مدينة، مدينة ما بيبقاش فيها أكتر من 100,000 خط تليفون، لو قلنا في زمن التقدم اللي احنا فيه ده هنقول فيها 1,000,000 خط تليفون، لا ده بيقول لنا ان المخ فيه أكتر من 10,000,000,000 كابل بيشتغلوا في وقت واحد. أقل غلطة وفي أقل إشارة أو أقل كابل منهم يتسبب في شلل، في عمى، في صرع، في زهايمر، في أي حاجة متوقعة في هذه المدينة المسماة بالمخ. كلمنا الدكتور مصطفى محمود عن الجسم الصنوبري. الجسم الصنوبري اللي العلم ما قدرش يكتشف ايه فايدته في المخ لغاية دلوقتي. رواية العنكبوت باختصار هي رواية بتتكلم عن
تناسخ الأرواح. والفكرة تناسخ الأرواح دكتور مصطفى محمود نفسه قال إنه تبنى الفكرة دي وقت من الأوقات، لكنه بعد كده قال إن ربنا ما عندهوش نقص في الأرواح أو مش محتاج ربنا إنه يعمل نسخ أرواح. تعالوا بينا نتعرف على رواية العنكبوت. رواية العنكبوت بتدور أحداثها عبابين، الدكتور داود وما بين راغب دميان. دكتور داود دكتور مخ وأعصاب. بتبدأ الرواية على راغب دميان شغال عالم كيمياء في القصر العيني، وبتتسرق كمية من الراديوم، مادة الراديوم، ولما بيسألوه مادة الراديوم دي تفتكر مين اللي سرقها؟ قال لك ما يسرقهاش غير حد من الاثنين، يا حد عالم عنده معمل كبير وده طبعا مش موجود، يا اما حرامي مش فاهم قيمتها هياخدها يبيعها وساعتها مش هيلاقي حد يشتريها لان لازم اللي يعرف قيمتها عشان يشتريها. راغب دميان كان بيعاني من صداع دايم ومن زغللة في العين، وكان مصر ان هو عنده ورم في المخ. حب يتخلص من موضوع الصداع، راح للدكتور داود اللي هو اكبر دكتور جراح مخ واعصاب. راح الدكتور عمل له رسم مخ، قال له انت ما عندكش ورم في المخ، لكن اكتشف في رسم المخ ان عنده نبضات في المخ زيادة، اشارة بتيجي قوية كل شوية، تيجي إشارة قوية. وفي مرة واحدة راغب دميان بتحصل له حالة بيروح فيها في غيبوبة وبيبتدي يتكلم أسباني، بيبتدي يتكلم باللغة الأسباني وبيعيط على شخصية أسبانية. وبعد ما فاق الدكتور داود بيسأله انت رحت أسبانيا قبل كده؟ قال له انا عمري ما خرجت من مصر. قال له طب تعرف تتكلم أسباني؟ قال له انا حتى ما اعرفش حرف أسباني. قال له ايه الموضوع؟ مرة واحدة قام راغب دميان لما لقاه حصلت حاجة زي كده مش عايزه يعرف ايه السر، قام راغب دميان قام وهرب من العيادة وقال له بعدين انا مش هكشف. دكتور داود قاعد بيدور عليه عشان يرجعه تاني لانه حاسس ان الراجل ده وراه اكتشاف رهيب، لكنه لقى الراجل فعلا بعد ما وصل له لقى راغب دميان بيتجوز. اتجوز راغب دميان، وبعد كده لما دكتور داود راح عشان يبارك له في فرحه راغب دميان اصاب بحالة من الاضطراب وقام رايح له حاول يقتله، لكن اللي منعه عن قتله انه عرف ان الحالة بتاعته مكتوبة في مذكرات الدكتور وشايلها عنده في العيادة، والمذكرات دي فيها رسم المخ كمان بتاعه اللي هو حالة نادرة وفريدة من نوعها. وفي خلال سياق الرواية بيتسأل دكتور داود ايه اللي بيشدك في الموضوع ده وايه اللي بيشدك للمريض ده؟ قال لك المريض ده مريض مش عادي، ازاي يتكلم اسباني وهو عمره ما راح اسبانيا؟ اضطر الدكتور داود يبعت رساله لاسبانيا لاصدقائه في اسبانيا عشان خاطر يعرف في شخصيه بالاسم اللي الراجل راغب دميان ده ذكره وهو في حاله الخطرفه، في شخصيه بالاسم ده. وكانت المفاجأة إن جات له رسالة إن الاسم ده فعلا كان فيه واحد مصارع تيران ومات بالاسم ده من حوالي كام سنة، سنين طويلة. ده زاد الفضول العلمي للدكتور داود إنه يدور على راغب دميان وبدأ يكتشف المفاجآت. المفاجأة اللي بدأ يكتشفها الأولى إن راغب دميان هو اللي سرق الراديوم، وإن راغب دميان عنده معمل كبير في حتة بعيدة وبيجري أبحاث على الجسم الصنوبري اللي العلم
ما وصلوش لأي حاجة ولا وصل إيه وظيفته حتى الآن. الجسم الصنوبري ده فايدته إيه؟ وظيفته إيه؟ محدش يعرف. اكتشف إن راغب دميان عايز يعمل تجارب غير التجارب اللي بيعملها على نفسه واللي تسببت له انه يحصل الغيبوبة اللي اتكلم فيها اسباني وقبل كده وتحصل له غيبوبة تاني يتكلم فيها عن عصر نابليون وتحصل له فيها غيبوبة تاني يتكلم فيها عن عصر تاني وكل مرة بشخصية شكل. واخيرا دكتور واخيرا راغب دميان بيجري الابحاث على مراته نفسها اللي ماتت بسبب جرعة زيادة من حقن الريديوم اللي بيديها لمراته. وماتت مراته واكتشف انها ماتت لما راح يزوره دكتور داوود وراح عرف مكانه وراح له لقى مراته هي اللي موجودة وهي في الرمق الاخير وبتهلوس بعصر غير العصر وبعد كده ماتت. دكتور داوود خرج وبدأ يبحث عن راغب دميان بحث بجدية لأنه ابتدى يعرف إن راغب دميان مش مجرد مريض أو مجرد واحد سرق الراديوم ده عالم كبير وبيجري أبحاث على شيء كبير جدا. اشترى جهاز يقدر بيه يكشف على مكان الراديوم وسأل على المكان بلده اللي هو ممكن يسافرها إيه وفضل يلف البلد دي بعربيته لغاية ما الجهاز بدأ يلقط إشعاع الراديوم وعرف يوصل لطريقه. وهناك اكتشف وقدر يوصل عن طريق خادم شغال عند راغب دميان بيجري عليه تجارب برضه ويخش معمله ويعرف كل حاجة. وفي نهاية الرواية بعد أحداث مثيرة جدا راغب دميان قتل فيها نفس واثنين وثلاثة في مقابل انه يوصل لإعجاب ليوصل لاكتشافه العلمي، حصلت المقابلة في المعمل ما بين الدكتور داوود بعد ما راغب دميان فقد الراديوم اللي عنده بسبب ان البوليس بقى يدور عليه فرمى الراديوم اللي عنده ولجأ للدكتور داوود قال له انا هعرفك كل حاجة بس حاول تصرفني في كمية من الراديوم. اتصرف في الكمية من الراديوم وبدأ دكتور داوود يحضر معاه التجربة والتجربة حقن نفسه راغب دميان كالعادة وعرض نفسه للكهرباء حوالين دماغه وبدأ يلقاه بيتكلم في عالم تاني خالص وعن زمن تاني خالص. تناسخ الأرواح. تناسخ الأرواح كانت نظرية بيتبناها علماء كتير وناس كتير بيقولوا ان الانسان مش بيموت، الانسان بتخرج روحه. يعني واحد مات النهاردة خرجت روحه دخلت في انسان تاني خالص بيتولد في بلد تانية خالص في اسبانيا او في بريطانيا او في اوروبا او في فرنسا او في امريكا او في بلاد نيام نيام في اي حتة مع شخصية جديدة وجسد جديد وبتتوالى هذه الروح من انسان لانسان 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 وما بتنتهيش. روح بتخرج من انسان، الانسان ده بيموت وبينتهي لكنها بتبدأ في رحلتها مع انسان تاني خالص. وكانت من ضمن الناس دي ان كانت روح راغب دميان موجودة قبل كده في مصارع تيران في اسبانيا وموجودة قبل كده في واحد في عصر نابليون وموجودة قبل كده بواحد فلاح بسيط مش فين. وفي الاخر راغب دميان بيتعرض انه خلاص بينتهي وبيقرب يموت ودكتور داوود حب يعمل التجربة على نفسه وبدأ يسجل كل حاجة عن هذا الاكتشاف العلمي وخد حقنة ريديوم بنفسه بعد ما مات راغب دميان وحب يجرب التجربة دي على نفسه وقعد تحت الضغط الكهربي لكن ورجع لقى نفسه ورجع لعصر تاني خالص
بإنسان تاني خالص وناس هو يعرفها من العصور القديمة اللي هو عاشها قبل كده، واللي بيقولوا انه يكون عايش مليون سنة وكل سنة في إنسان شكل. لكن بتنتهي الرواية بموت الدكتور داود وموت راغب دميان وانفجار المعمل بكل ما وصلوا ليه من اكتشافات. ولما حبوا الطب الشرعي يشوف ايه اللي يكتشفوا يشرحوا جثة الدكتور داود وراغب دميان ما لقوش اي شيء، وقالوا العلم عندنا بيتوقف عن الحاجات المادية المحسوسة، اما الروح فدي ما نقدرش نوصل لها الحاجة. وختم الرواية بسم الله الرحمن الرحيم: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليل. دكتور مصطفى محمود ده كان اختصار وجيز لأحد كتبه، كتاب أو رواية العنكبوت. ولو حضراتكم حابين إن احنا في حلقات جاية نتكلم عن كتاب جديد وعن فكر جديد للدكتور مصطفى محمود هنلاقي فيه كنوز كتيرة. لو حضراتكم حابين كده تقدروا تكتبولي ده في التعليقات، وأرجو إني ما كنش طولت عليكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.